مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم موضوع الغلاف، يأتيكم عبر قناة المجد الفضائية، ونستعرض خلاله عددا من أهم الموضوعات الرئيسة التي تناولتها مجلات مختلفة. تحت عنوان لغة تصالحية شعارها المواطن أولا، خصصت مجلة شؤون خليجية عددها الأخير لتحليل خطاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للشعب السعودي، والذي تركز في معظمه على هموم الشعب المتعلقة بأزمات داخلية كانخفاض أسعار النفط والتعليم والخدمات العامة والأمن. غلب على الخطاب لغة وصفتها المجلة بالتصالحية المنضبطة والمتفائلة وإعطاء أولوية للهموم المعيشية واليومية، كشفت اعتناءه بالأساس بالمواطن السعودي وما يعانيه من أزمات اقتصادية وما يترقبه وما يعود عليه من السياسة الخارجية للدولة. يرى مراقبون أن خطاب سلمان يعيد تشكيل وهيكلة العلاقات البينية بين دول الخليج ودول الجوار العربي وطريقة التعاطي مع التحديات الخارجية وآلية مواجهتها في إطار لم الشمل والاصطفاف. تنبئ لغته ومفرداته عن خطاب سياسي جديد تتبناه المملكة العربية السعودية، ويدعم مصداقيته وإمكانية ترجمته لسياسات واقعية وعملية التغيرات التي شهدتها السياسة الخارجية فور توليه بشأن العلاقات بدول الجوار وقوى إقليمية ودولية، وما عقده من قمم ثنائية، وكذلك ما أصدره من مراسيم وقرارات بالفترة الماضية شهدت تقاربا مع تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتغير الموقف تجاه جماعة الإخوان المسلمين في إطار مواجهة خطر إيران. وفي مؤشر على رغبته على تقوية اللحمة الداخلية، أكد سلمان حرصه على التصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنية، محذرا من المخططات التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته. وفي محاولة لطمأنة المواطن فيما يخص الحريات العامة، أكد سلمان أن للإعلام دورا كبيرا وفق تعاليم الدين الإسلامي في دعم هذه الجهود وإتاحة فرصة التعبير عن الرأي. وكمؤشر على بدء تبني خطاب للمكاشفة، صارح سلمان شعبه بأزمة البترول وتداعياتها، معلنا أن ما يمر به سوق البترول من انخفاض للأسعار له تأثير على دخل المملكة، إلا أننا سنسعى إلى الحد من تأثير ذلك على مسيرة التنمية، مشيرا لاستمرار عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى. ورغم قصر المساحة المخصصة للسياسة الخارجية في الخطاب، إلا أنها جاءت متصالحة أيضا ومطمئنة، كما تعهد سلمان بالدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل، وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائما من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد محاولة تحقيق التضامن العربي والإسلامي بتنقية الأجواء وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما. أيضا رصدت المجلة الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية في خطاب الملك سلمان، إلى جانب رسالته التي وجهها للقوات المسلحة في ظل تحدية أمنية متصاعدة تواجه المملكة. رصد سلمان إيجابيات تحققت بالمجال الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار البترول خلال السنوات الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم الاعتماد عليه فقط لبناء اقتصاد قوي تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات وإيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وفي رسالة للطبقة المتوسطة، أكد تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على النمو ودعمها لتكوين قاعدة اقتصادية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع، ووعد بتعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني، وتعدد استخدامه لكلمة الخدمة والخدمات العامة بمختلف أشكالها،
وخصص فقرة كاملة عن مجال الخدمات الحكومية، ووعد بتطوير أدائها خاصة الخدمات الصحية لكل المواطنين في جميع أنحاء المملكة والسكن الملائم. وفي هذا الإطار أبرز اهتمامه بمجال التعليم، حيث وجه تعليمات بتطوير التعليم من خلال التكامل بين التعليم بشقيه العام والعالي، وتعزيز البنية الأساسية السليمة والتوافق مع خطط التنمية وسوق العمل. وفي رسالة للشباب أكد توفير الدولة كل الإمكانات في أرقى الجامعات في الداخل والخارج، كما خاطب رجال الأعمال وطالبهم بتقديم مبادرات واضحة في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية كشركاء في التنمية. وختم برسالة للقوات المسلحة في قطاعات قواتنا العسكرية كافة، أقول أنتم محل القلب من الجسد، وأنتم حماة الوطن ودرعه، خاصة وأن المملكة تشهد تحديات أمنية متصاعدة في محيطها الإقليمي. أجرت مجلة الشراع اللبنانية حوارا مع مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري النجمة رياض قهوجي، كان أبرز ما ورد فيه نفيه لدقة الكلام عن تمدد داعش في لبنان، وإشارته إلى أن المذهبية هي التي أنشأت داعش، ومحاربة هذا التنظيم تكمن في إنهاء الحالة المذهبية، كما رأى أن الوضع السوري ممنوع من الحسم وسيبقى على حاله، لأنه لن يسمح للنظام بالنجاح في سيطرته ولا حتى لداعش أو جبهة النصرة، لذلك سيبقى الوضع كما هو دون وجود طرف منتصر على الآخر. داعش حالة نتجت عن وجود فراغ في السلطة، وهي حالة من الصراع المذهبي الإقليمي المختلط، لا يقتصر وجوده على مقاتلين أجانب، بل هناك عدد كبير من المقاتلين العراقيين الذين ينتمون إلى المذهب السني، وجزء كبير منهم بعثيون سابقون. هؤلاء يشكلون شريحة من المجتمع العراقي تعرضوا للتهميش من قبل النظام الحالي في العراق، بل كان يقوم بقمعهم. ومع الوقت تطورت الحالة وتحولت إلى كيان قائم بذاته بعد أن انفصلت عن القاعدة، وبدأت تستقطب دعما من قبل شباب حول العالم، وحتى اليوم هناك ممرات تسمح لهم بالوصول إلى تركيا، ربما بعلم قوى أجنبية عديدة. وفي المنطقة العسكري داعش بحجمها لا يمكن أن تواجه تخالفا حقيقيا مؤلفا من 50 دولة يتضمن أقوى دول العالم. وحجم القوى العسكرية لهذا التحالف الدولي مقارنة مع حجم جيوشها الفعلي هي قوة هزيلة جدا، لكن يبدو حتى الآن أن هناك مصلحة باستمرار التنظيم. وفيما يخص الجيش العراقي، هناك تكوين لقوة عسكرية تابعة للنظام لا تمثل التركيبة السكانية للعراق، ويطغى عليها التكوين المذهبي الشيعي. أضف إلى ذلك وجود ميليشيات مشرعنة تنتمي إلى المذهب الشيعي، ولديها اليوم دعم واضح وبأعداد كبيرة من الحرس الثوري الإيراني، توجد في مناطق عمل المستشارين الأمريكيين والأوروبيين وغيرهم، وهو أمر لم نشاهده سابقا في أي صراع. واليوم هناك تخالف واضح في العمليات الميدانية في العراق بين أمريكا وإيران، وهذا لم يعد خافيا، لذا لا يمكن هزيمة داعش على يد قوة مذهبية، لا بل على العكس، وجود قوة مذهبية سيزيد من قوة داعش ويزيد من حملتها ويضعف التخالف. ويستشهد المحلل الاستراتيجي على تفاقم خطر هذه المذهبية، يستشهد بتصريحات المسؤولين الأمريكيين والتسريبات الإعلامية التي تفيد بأن قادة أمريكيين يتصلون بمسؤولين عراقيين يحذرونهم من تبعات دخول مناطق سنية والقيام بعمليات تصفية مذهبية. من هنا كان ولا يزال هناك إصرار أمريكي على إنشاء حرس وطني عراقي من القوى والقبائل السنية، لأنها وحدها تستطيع هزيمة داعش والسيطرة على مناطق وجودها، لأن دخول قوة يغلب عليها الطابع المذهبي لمناطق سنية موجودة فيها داعش اليوم سيؤدي إلى رد فعل مذهبي لصالح داعش.
سألت مجلة الشراع قهوجي: هل تستطيع أمريكا القضاء على داعش؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فهل تستغرق العملية وقتا طويلا؟ فأجاب: هي تستطيع طبعا، ولكنها لا تريد، لأنه ليس لديها مصلحة في ذلك، لا تريد اليوم، علما بأن أمريكا اجتاحت العراق بأكمله خلال 3 أسابيع، هذا لأن داعش آلة ضغط على إيران. ما يشاهد الحوار الأمريكي الإيراني يجد هناك تقاربا إيرانيا أمريكيا وأنهم على وشك أن يتصالحا، ولكن الواقع مختلف، لأن التقارب هو فيما يخص الملف النووي فقط، إنما ما يزال هناك تباعد كبير بين إيران وأمريكا في ملفات عديدة أخرى. أمريكا لن تتوقف حتى يكسر النظام في إيران، وما يعتقد أن أمريكا ستنسى رهائنها الذين قتلوا في لبنان على يد إما إيران وإما حلفاء إيران لا يعرف العقلية والفكر الأمريكي المبنية على الانتقام. صحيح أن هناك تحركا تكتيكيا من الجانب الأمريكي فيما يخص الملف النووي، لكن بقاء داعش هو فعليا أداة لضرب الهلال الشيعي الخاص بإيران الممتد حتى لبنان، الذي يشهد اليوم حرب استنزاف تمتد من العراق حتى سوريا، وما يقوم بإنفاق الملايين على الحرب ضد داعش والنصرة هي إيران، لأن حلفائها مفلسون إن كان النظام السوري أو غيره. وبالتالي لا مصلحة لأمريكا اليوم بإنهاء هذه الحرب، وحتى حلفاء أمريكا في المنطقة وتركيا تحديدا لا مصلحة لها في إنهاء حالة داعش، بينما لا تزال إيران مصرة على سياسة التوسع وتصدير الثورة، فتركيا لا تريد أن تشاهد التفوق الإيراني ينتشر في المنطقة، والدول العربية أيضا لا تريد ذلك، وبالتالي ليس هناك شغف حقيقي في إنهاء هذه الحرب. أحد النقاط المهمة الأخرى التي تطرق إليها حوار مجلة الشراع اللبنانية مع مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري هو قدرة داعش على إضعاف حزب الله في هذه الجبهة، وإمكانية حسم الوضع السوري، واحتمالية دخول إسرائيل على الخط. لا تضعف داعش حزب الله، ولكن عليها استنزافه وإبقاء المزاج المذهبي قائما، لأن إبقاء الموضوع المذهبي بالصدارة هي وحدها آلية إضعاف لإيران وحزب الله وعزل كل منهما. فعندما ينظر المرء إلى إيران وحزب الله على أنهما قوتان شيعيتان ومذهبيتان، فهذا الأمر ينفي عنها بعدها العربي الوطني ورسالتها نحو تحرير فلسطين، وتبقى الصورة الموجودة بأن هذا التنظيم هدفه محاربة السنة ونشر الفرس والشيعة في المنطقة. ومن هنا فإن جميع الصراعات في المنطقة من اليمن إلى سوريا والعراق ولبنان تعرف على أنها صراعات مذهبية، وممنوع أن يحسم الوضع في سوريا، وسيشهد المستقبل على كلامي، لأنه كلما حقق النظام تقدما في جبهة في اليوم التالي ستحقق المعارضة تقدما في جبهة أخرى، ستبقى الأوضاع كذلك إلى أن يحسم الوضع مع إيران. وحتى لو حصل اتفاق على الموضوع النووي لا ينهي الأزمة مع إيران، لأن الموضوع النووي سيشكل فقط النافذة التي ستدخل فيها أمريكا إلى إيران لتبدأ عملية إضعاف النظام لإسقاطه وخلق انشقاقات داخل النظام تلعب على الوتر الاقتصادي والمالي في إيران، وبالتالي سيبقى الوضع على ما هو عليه في العراق وسوريا. أما إسرائيل فستساعد عندما تستطيع لمنع النظام من حسم أي حرب، لأن بقاء الأمور على حالها في سوريا لصالحها، وبقاء حالة الانقسام المذهبي لعزل حزب الله لصالحها، وبالتالي ستعمل جاهدة لإبقاء الوضع على حاله في سوريا، وليس لصالحها إنهاء الهدنة في الجنوب. تحت عنوان عصافير جهنم تستعرض مجلة المجلة استهداف تنظيم داعش لأطفال قُصّر وتجنيدهم عبر إخضاعهم لدورات خاصة بهدف تغيير طريقة تفكيرهم لكي تتقبل القتل والتكفير.
وفي هذا الملف يتتبع الباحث في قضايا الاستخبارات والإرهاب جاسم محمد أساليب الغسل الأيديولوجي الفكري إلى جانب ما يمتلكه التنظيم من أساليب حديثة ومتطورة في مخاطبة الأطفال والمراهقين والشباب في أعمار مبكرة باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا للتنظيم. قالت صحيفة الكورونا ستايتونغ النمساوية إن تنظيم داعش فتح معسكرات خاصة للشبان القاصرين دون 16 عاما بعد تجنيدهم في مدينتي الرقة والموصل. ويقول تشارلي وينتر المتحدث باسم مؤسسة كويليام البحثية البريطانية في تعليقه على مقطع فيديو أوردته صحيفة الديلي ميل حول تجنيد وتدريب الأطفال عند داعش بأن ذلك دليل على الممارسات التي يقوم بها تنظيم داعش من خلال سعيه لتلقين الأطفال الصغار وفي سن مبكرة جدا أفكاره المتطرفة، وذلك في محاولة لتشديد قبضته على المنطقة. ويعكس ذلك حقيقة أن إرث تنظيم داعش الإرهابي سيكون طويل الأمد حتى لو انهار التنظيم غدا. وفي هذا السياق كشفت تقارير إعلامية غربية أخرى قيام التنظيم بتجنيد الأطفال الأبرياء وإجبارهم على حضور جرائم قطع الرؤوس في معسكرات التدريب بغرض إنشاء جيل جديد يتغذى على العنف والإرهاب. ويقول كلينت واتس وهو عضو بارز في معهد للأبحاث عن السياسة الخارجية إن التنظيم بحاجة لجذب أطفال إلى صفوفه في ظل قلة اليد العاملة، والأطفال أكثر عرضة للانصياع، ويسعى داعش من أجل السيطرة على أوسع رقعة من الأراضي ولا يملك عددا كافيا من المقاتلين لتحقيق ذلك الهدف، وهناك تراجع بعدد المنتمين إليه. ومما يشير إلى ارتفاع درجة اليأس لديه استخدام الأطفال. يحاول التنظيم زرع فكرة لدى العالم بأسره أنه الجماعة الأكثر خطورة، ويحاول بث الرعب والصدمة لدى المتلقين عندما ينفذ عمليات إعدام. والآن يوصل فكرة مفادها أن بعض العمليات التي يراها العالم عنيفة ومعقدة ليست سوى لعبة أطفال بالنسبة لداعش. على صدر غلاف عدد مارس من مجلة البيادر السياسي نطالع عنوان المطلوب خطة عمل جادة لمواجهة الاستيطان المستمر بالأرادع منذ عام 1967، بل ارتفعت وتيرته في السنوات الأخيرة وتضاعف أكثر من مرة. استنادا إلى تقرير مؤسسة بتسليم الإسرائيلية الحقوقية وكذلك لمنظمة حركة السلام الآن وغيرها من المؤسسات المحلية والدولية، فإن الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو الثالثة التي استمرت على مدار سنتين فقط ارتفع بنسبة 40%، حيث تمت المصادقة على 66 مشروع بناء يتضمن بناء 10,113 وحدة سكنية في 41 مستوطنة، وإن متوسط البناء للوحدات السكنية وصل إلى 460 وحدة شهريا. وأعلن مؤخرا عن مخططات لبناء 63,000 وحدة سكنية جديدة، 15,000 وحدة في القدس و 48,000 وحدة في مستوطنات الضفة الغربية. وأعلن أيضا عن عطاءات لإقامة 6 فنادق على جبل المكبر، كما أن البلدية الإسرائيلية في القدس رصدت $1,000,000 لإقامة مغتسل ديني توراتي خاص بالنساء المتدينات في مستوطنة معالية زيتيم الواقعة على جبل الزيتون في القدس. وأوضحت المجلة أن جميع الأحزاب الإسرائيلية وبشكل عام ترفض التنازل عن الاستيطان في الضفة الغربية، حتى إن رئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك في أثناء مفاوضات كامب ديفيد الثانية لم يقبل بإزالة المستوطنات، بل كان هناك عرض ببقاء المستوطنات مقابل تبادل أراض مع الفلسطينيين. إقامة المزيد من المستوطنات وتوسيع ما هو متوفر يعزز من سيطرة إسرائيل الأمنية على الضفة الغربية، فإسرائيل ترفض التنازل عن السيادة الأمنية الغربية، وهي تمارس ذلك على أرض الواقع من خلال مداهمة دورياتها العسكرية كل مناطق الضفة،
لا احترام لها لا لمنطقة ولا لأي اتفاق مع الفلسطينيين، وهذا الاستيطان سيعزز من مطلب إسرائيل الدائم في كل المفاوضات السابقة وحتى في اللاحقة بضرورة تواجد قوات إسرائيلية في الضفة الغربية لحماية المستوطنين والمستوطنات من أي اعتداءات عليها أو عليهم، وإقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات الحالية كلها وسائل في خدمة السياسة الإسرائيلية، وهي بقاء الاحتلال للأبد، إذ إن الاستيطان يأكل الأرض ولا يبقي للفلسطينيين مساحات من الأراضي لإقامة أبنية عليها، وكذلك يمنع الفلسطيني من التفكير بتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين حتى إلى داخل أراضي السلطة الفلسطينية، لأنه ليست هناك من مساحات أرض كافية لاستيعابهم أو استيعاب جزء منهم. خصصت مجلة الإداري موضوع غلاف عدد شهر مارس للحديث عن النظم العسكرية غير المأهولة التي برزت للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيديكس 2015 الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي الشهر الماضي بمشاركة 97 شركة استعرضت آخر الابتكارات الدفاعية. وبلغت قيمة الصفقات العسكرية التي عقدتها القوات المسلحة الإماراتية خلال المعرض بلغت 18 مليارا و328 مليون درهم وفق ما أعلنه رئيس اللجان المنظمة للمعرض اللواء عبيد الكتبي، بينما حجز أكثر من 50% من العارضين أماكن لهم للمشاركة بالدورة المقبلة التي ستقام عام 2017. كانت التجهيزات والنظم العسكرية غير المأهولة أبرز المعروضات العسكرية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدسك 2015 الذي ضيفته العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث سعت الشركات العارضة لتوفير الأنظمة الدفاعية من دون طواقم بشرية، فكانت معروضات دفاعية مثل المركبات غير المأهولة والطائرات من دون طيار وحتى الغواصات من دون بحارة. ويقول متخصصون في هذا المجال إن الأنظمة الدفاعية غير المأهولة أو تلك التي يمكن تشغيلها عن بعد أصبحت ذات جاذبية كبيرة وتحظى بشعبية أكبر، ومن بين المعروضات مركبة عسكرية غير مأهولة من إنتاج شركة كرواتية يمكن التحكم بها عن بعد ويمكنها القيام بمهام محددة مثل كسح الألغام، وبين فوائدها الكثيرة توفير حماية أكبر للقوات التي تشغل هذه المركبات، حيث يمكن تشغيلها من مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف. ويقول المحللون العسكريون إن هناك عناصر عديدة دخلت في المعارك الحديثة إلى جانب العناصر الأساسية المحددة بالقيادة والسيطرة والاتصالات والكمبيوتر والاستخبارات والأمن والتعرف على الأهداف، وهي بمجملها تلخص مفهوم العقيدة العسكرية الحديثة. كما تزامن المعرض مع انطلاق الدورة الثالثة لمعرض نافديكس البحري بمشاركة 99 شركة عالمية و16 قطعة بحرية، وتعد هذه الدورة الأضخم والأكبر بمشاركة 1200 شركة من 55 دولة التي تعرض أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية. الكاتب مجهول، الاسم مزور، الصورة غير حقيقية والعنوان وهمي. كانت هذه أبرز ملامح الإنترنت حتى وقت قريب، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي نتج عنها شكاوى ومحاكم وجرائم وحتى تحديات أمنية وقانونية. لكن يبدو أن الوضع تبدل اليوم أو على وشك التغيير نهائيا، فالتقنيات الحديثة بدأت تكشف الهويات والوجوه وتخرج الأشباح من قمقمها.
أصبحت المضايقات والاعتداءات بشتى أنواعها والتهديدات على صفحات التواصل الاجتماعي مشكلة حقيقية في عصرنا الراهن، وتحولت إلى شكل من أشكال العنف الذي لم تعد المجتمعات قادرة على السكوت عنه، بل تزايدت الدلائل في السنوات الأخيرة على أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر بشكل لا إنساني أحيانا على عادات وثقافة المجتمع، رغم اعتقاد البعض أنها مجرد تضخيم لسلوكيات وقضايا موجودة أصلا على أرض الواقع. من ناحية تاريخية، لطالما كانت صفة مجهول الهوية أداة محورية في مواقع التواصل الاجتماعي بحجة التملص من الآراء والأحكام الاجتماعية، وكذلك باعتبارها طريقة تمكن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بكامل الحرية، بيد أن هذه الأداة بات لها جانب أسود يتحول أحيانا إلى مصدر خطورة. هناك مئات إن لم يكن آلاف القصص التي تروي مآسي وحوادث، قسم منها قاتل يلعب فيها حساب مجهول الهوية أو مزيف دورا في وقوعها. وعلى سبيل المثال، قبل حوالي عامين ادعت فتاة أنها توأم شقيقتها التي توفيت بسبب مرض قاتل، وبدأت تستعطف الناس من خلال حسابها على أحد مواقع التواصل، حتى خدعت الآلاف ممن نظموا صلوات لأختها، بل نظموا حتى سباق ماراثون يعود ريعه إليها. وحالة أخرى كثيرا ما نصادفها هذه الأيام تتلخص في فتاة مراهقة تتعرف من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي على مجموعة خبيثة جذبتها إليهم، ثم ما لبثت أن تحولت العلاقة إلى استدراج لهذه المراهقة وإغوائها على الانتحار بعد أن تركت رسالة وداع محزنة على حسابها في فيسبوك. مشاهدينا، وصلنا مع حضرتكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم موضوع الغلاف، استعرضنا خلالها عددا من أهم الموضوعات الرئيسة التي تناولتها مجلات مختلفة. حتى نلتقي، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.